إذاعة الديوان من صفاقس. الأجواء الحمد لله كما قاعدين تشوفوا الصغيلات فرحانين والكل. بون جاونا 28 طفل من قرية لسويس بالمحرس، قسمناهم دو جروب. الجروب الأول قاعد يلعب في لعبة البين بول، الجروب الثاني قاعد يعمل في ورشات، عندنا العلاج بالتهريج وعندنا اللايف سكيلز، والحمد لله كما قاعدين تشوفوا أجواء الصغيرات فرحانين والحمد لله. احنا هيك هو البيت متاعنا، نحبوا نفرحوا الصغيرات خاطر هما هكا ملزمين شويه والسنتر هكا مسكر عليهم شويه، دونك قرايه دار حابين هكا نفرهدوهم.